احتفال تكريمي أقامته بلدية بنت جبيل للجنوب لأمين موسى سعد الأخضر العربي. لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أن فشل الفتنة يحاول البعض تعويضه عبر استهداف بعض القطاعات الحيوية. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي بدوره لفت إلى الدور الرسمي والشعبي التضامني الذي أخرج البلاد من أزمة خطيرة. ولبنان كان أصلب وأقوى من التمكن منه عن طريق هذا المشروع الذي استهدف هذا البلد. في الأيام القليلة المقبلة نحن ننتظر عودة الحكومة إلى الاجتماع وإلى انتظام المؤسسات الدستورية وإلى قيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها تجاه القضايا المختلفة على المستوى الوطني. بالأمس القريب اجتزنا كلبنانيين ربما للمرة الأولى في تاريخنا السياسي أزمة خطيرة جدا. استطعنا متكافلين متضامنين على المستوى الرسمي الذي تجسد بمواقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عام ومواقف دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بر وإطلالات سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والمواقف الشعبية على مستوى هذا الوطن استطعنا أن نؤكد مرة جديدة أن لا شيء في لبنان يتقدم على الوحدة الوطنية الداخلية. وفي ختام الحفل قدم النائبان فضل الله وبزي ورئيس البلدية عفيف بزي والوزير السابق نزيه بيضون درعا تذكاريا لعائلة الشهيد.